طبعا انا يعني في موضوع الارانب طبعا هتكلم فيه ان شاء الله، لان انا محتاج اراجع نقط معينه، لان طبعا نسيت، انا راجل على المعاش دلوقتي فنسيت حتى الوظيفه بتاعتي، فنسيت حاجات كتيره فعاوز اتاكد منها بس عشان تبقى الاجابه سليمه، والتاخير ده عشان ايه ادي الموضوع حقه، لأن بيسمعوا المتعلم والمثقف واللي بيربي الأرانب واللي ما بيربيش واللي فكر يربي، فلازم أدي المعلومة صحيحة وما فيهاش خطأ. أما الحاجات اللي سهلة وإجابتها سهلة ومتناول اليد أو عندي لسه في كنت بتكلم فيها مع حد ولا حاجة، فتلاقيني إيه باخدها على طول وبرد عليها يعني بالسرعة دي. دي نقطة. احنا هنتكلم دلوقتي على اسم الفاعل، اسم الفاعل هي قواعد